كوزينه كوزينه برعايه في العز عندك متختار خضره نهار وخضارها كبار لمستها فيانا ذوب في السكر حار من البحر والبحار تتقلع النار سرها الاحكار تخير وتختار الا المقرونه هي بنت الدار المقرونه عندها اسم رندا بيكزازة سهلول عنوان كل مرامك دية وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عينيا فيها نلقى لانج دو ميزون إلكترو ميناجي أرتيكلو دو ديكوراسيون المعون وكل مستلزمات الدار بأحسن الأسعار بيكزازة تو فور لكازا قطرة واحدة فيها برشا محبة وعلى خاطر صحتي وصحة عائلتي أنا اخترت ما حيات ومينيرال ناتوريل خالي من النيترات القضية وكل ما يهم الدار خير واختار بأحسن ما ثم في الأسعار سيتي ماركت موجود في حي جوهرة وفي سهلول بحدا ستيك وفي حمام سوسة طريق الشط حضرة المستمعين أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في كنوزينا كنوزينا هو البرنامج للطبخ متاع كنوز أف أم كل يوم تلقوني مرتين في النهار وتسمعوني وتاخذوا نصايح متاع أكل نصيحة اليوم شنو اللي باش نعملوا باش ننصحكم وانتم دليلكم لك شنو اللي باش تطيبوا وتو ديبون شنو اللي شريتوا وشنو ولا سينو تقيدوا اليوم وتشريوا المواد الغذائية للغدوة نصيحة اليوم هو برغل بالخضرة سمسة بالريغوتا السمسة بالريغوتا هذو ما تجمو تخلطوا الريغوتا بالعظم وتعملوا بالوراق بريك تعملوا فورمة سمسة تدهنوهم بشوية زيت وتحطوهم في الكوشة يطلعوا بلين برشا من غير تجمو تزيدوا شوية سبناخ كان تحبوا في الخليط في الحشو تزيدوا شوية سبناخ علاش لا لكن بعدنا على البريك المقلي وعلى القليان وكل يوم بريك وكل يوم بريك يظهر لي المعدة باش تقلق شوي في البلادو ريزيستانس وانا باش نعطيكم نصيحة باش تعملوا انيو على فابور معناها علوش بالبخار نتاع الكليل دونك في الكسكاس نتاع الكسكاس نتاع الكسكسي بيان سور تفرشوا الكليل من اللوطه وتقصوا الفابور ولا تخليوه العلوش تقصوه تروف تروف صغار ولا مجيكو تقصوا رواسن رواسن وتطيبوه بالبخار يطلع بنين برشا وما تعمل كله بالكليل باش نعملوا في عود السلطه باش نعملوا بلانكيت بالسن البقري وفي الديسير ما عندنا نعملوا سلاد دو فروي السلاد دو فروي هذه عندنا الغله مصلي يعني موجودة في كل بلاصة وتجمو تخلطوا اللي تحبوا انتم من البطيخ من الدلاع من الخوخ من هذوما الكل تخصوهم تروف تروف وتخلطوهم شوية سكر وكان تحبوا تاكومبانيو هذا الكل في السهرية بأون بول دو غلاس فاني كنوزينا إذن كما قلت لكم باش نعملوا شوربة البرغل هذه بالخضرة البرغل منين باش نشريوه باش نشريوه بيان سور برغل رندا هو البنين الخارق العادة ويطيب فيسع فيسع باهي لهذا نستحقه في المقادير 100 غرام برغل 100 غرام فول منفخ 50 غرام حمص منفخ 30 غرام جلبانة شوية بركة ما نستحقوش برشا 70 غرام طماطم حكوك دونك ما يساوي 3 مغارف طماطم حكوك 4 سنون ثوم 2 بصلات كعبس فنارية 10 أوراقي سلق نص قطة معدنوس نص قطة كسبر زيت زيتونة شوية كلافس 25 غرام ولا ما يساوي 2 مغارف فلفل زينة مغرفة هريسة قارصة ملح وفلفل أكحل ومغرفة كروية لهذا يا سيدي كيفاش باش نطيبه أولا نحطه في كسرونة كبيرة الكسرونة هذية الكبيرة الكبيرة باش نشريوها من عند بيك زازا وما تلصقش خارق العادة ولا طنجرة زادة فما تناجر حلوين برشا نجمو أن نقدموهم ونطيبو فيهم بنان وعينكم مغمضة دونك نصبو فيها 2 رويات الماء والزيت زيتونة ومع زيدو على هذاك نزيدو البرغل والفول والحمص والبصل بصل مقصوص طروف طروف صغار ونخليهم يطيبوا 30 دقيقة من جهة أخرى ناخذو الثوم ونغفسوه ونزيدوه في الطنجرة ونزيدو الخضر اللي عنا اللي هما فنارية والكونسنتري الطومات والهريسة والفلفل زينة الملح فلفل أكحل الكروية والثوم قلنا عليه ونخليه يزيد يطيب 10 دقائق الاسفناريا بيان سور باش تطيب بشويه بشويه معاهم الكل ونزيدوا الجلبانه اللي هي ديجا طايبه خاطر جبتوها من الحكه في الاخر بالكل تشوفنا كل شيء اللي طاب الحمص طاب البرغل طاب الفول طاب يعني سيت سويت نزيدوا عليه المعدنوس والسلق
والكسبر هذا اللي تيب في الاخر بالكل والسالوري ما ننساوش باش نزيدوا هذه ثريه برشا بالخضر دونك حاجه بنينه برشا البوتاج هذا ممكن يظهر لي بعد شق الفتره تاكلوا شربه البرغ هذه وتتكاو وما تحبوش باش تاكلوا حاجه اخرى دونك اش نزيدوا في الاخر باش يعمل كيما اون انفوزيون في وسط السوب ويعطي مطعم بنين هو المعدنوس والكسبر والسلق والسالوري والكلافس هذوما نزيدوهم في الاخر ونخليو من 7 الى 10 دقائق نزيدوا نطيبوه وهذا الكل أبابري الشربة باش تطيب يلزمها سويعة من زمان كان تحبوا تفوحوا بشوية قديد ما فيها بس يفوح القديد باهي وبنين برش كنوزينا. حبيت أذكركم اللي المقادير هذوما والمواد الغذائية هذوما الكل شريناهم من عند سيتي ماركت جوهرة تلقاو شوا كبير برشا واسوام فريمون معقولة مش ما يغليوش برشا تبركل عليهم باهي نرجع للبلانكيت لسان البقري يا ربي شنو هذا البلانكيت لسان بقري حاجة تخرج على الموضوع شوية وتكون بنينة والناس الكل تولي تحبها نشريه لسان البقري وبين سور نسخنه الماء أفرع ماذا بنا نحطه في الماء بالبصل والرند والسفنارية ملح فلفل كحل كعب ونخليه يغلي لسان هذاك حتى وقت ندقوه بسكينة نلقاه طاب نخليه يبرد ونفوا برد نقشره البول البرانية الكل إذا ما تتقشر نعمله خليط بالجبن والعظم الطيب والعظم المركض نزيدو دونك لسان قصو جراير نحطوه كان تحبوا فوق خبز ولا هو بيدو وحده ونزيدو عليه مزينوه بالنشوة بالكبار وبالفلفل بر العبيد من فوق بالكل نحطو جبن بيانسور فوق هذا الكل نحطو جبن ونحطو في الفرن لمدة 10 دقائق باش الجبن يذوب فوق اللسان وفوقك الخليط اللي عملناه بالعظم والمركض والعظم والجبن والنشوة والكبار والفلفل بر العبيد من فوق ذاب هذاك الكل يولي كل مع بعضه وتاكلوا بشفاب كان تحبوا تعطيه معاه اون صوص طومات يطلع بنين برشا هذه البلانكيت لسان البقري بنين برشا ننصحكم باش تاكلوه اذا انتم تحبوا لسان بيان سور وحبوا حتى لصغاركم تجمو تحبوه اللسان غير نقولوا لسان وخليهم يذوقوا ونشوفوا شنو هي الرياكسيون تاعهم باهي انا وصلنا لاخر الحصه نتاعنا نذكركم حاجه اللي شقان فطركم ما يجي كان بكويس ما حياة 0% نيترات هذا ما معدني بنين برشا وننصحكم به خارق العادة من جهة أخرى كان باش تحبوا تشوفوا المقادير تجمو تلقاونا على www.knuzfm.net وتجمو تلقاو المقادير الكل باش تطيبوا وتاكلوا بشفاء أنا مازالي كان باش نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس الوقت وديما مع كنوزينا على knuzfm شاهي طيبة كنوزينا برعاية في العز عندك ما تختار خضرة نهار وخضارها كبار لمستها فيانا تذوب في السكر حار بالبحر والبحار تتقلع النار سرها الحكار تخير وتختار إلا المقرونة هي بنت الدار المقرونة عندها اسم رندا بيكزازة سهلول عنوان كل مرامك دية وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عينيا فيها نلقى لانج دو ميزان إلكترو ميناجي أرتيكلو دو ديكوراسيون المعون وكل مستلزمات الدار بأحسن الأسعار بيكزازة تو فوغ لكازا قطرة واحدة فيها برشا محبة وعلى خاطر صحتي وصحة عائلتي أنا اخترت ما حياة ومينيرال ناتوريل خالي من النيترات القضية وكل ما يهم الدار خير واختار بأحسن ما ثم في الأسعار سيتي ماركت موجود في حي جوهرة وفي سهلول بحبستيك وفي حمام سوسة طريق الشط